الناس اللي ما تعرفش العرق التريبيانكو اهو ده موجود. العرق التريبيانكو بيجي بالطريقه دهية، مغلف بالطريقه دي من كاسكو بيزنس. لو في منه في الماركت العاديه من غير حته الدهنه ديت، انا طبعا بشيل الدهن ده. الحته دي تعتبر حمرا خالص ما فيهاش دهن، فانا هالمره دي عشان تبقى طريه من جوه عايزه اسقسقها بالزبادي عشان تبقى طريه. يا هحط لسه هنشوف اذا كنا نحط الزبادي في وهتبقى عامله ازاي، هل هتبقى طريه، هل هتبقى حلوه، تعالوا نجرب ونشوف هتبقى عامله ازاي. حطينا البيزل وهحط زيت الزيتون وهحط كمان حتة بشرة جنزبيل وتعالوا هنشوفها ازاي بتتعمل. هحط البصل الاخضر العروق بس وهحط حتة جنزبيل وهاخد شوية من الأعشاب اللي هي الأوريجانو والطايم ونجيب الثوم حطيت كده الزبادي هحط ملح وفلفل عليها اخر خطوة هحط عصرة ليمونة او ليمونتين معاها بس كده. كتير سألوني بتجيب الدبارة اللي بنربط بيها اللحمة منين، بتتباع اليومين دول هتلاقوها في الماركت، الماركت او تي جي ماكس او مايكلز، المحلات اللي موجودة في كلها بتبيع الدبارة دلوقتي ديت علشان خاطر الاعياد، علشان خاطر اللحمة الروزبيف والروست اللي بتتعمل اللحوم اللي بتتعمل في الاعياد اليومين دول، فهتلاقوها اليومين دول متوفرة جدا للي بيدور عليها هتلاقوها. هاتي واحدة انا بقالها كتير معايا مش بتاخد يعني ما بتخلص بسرعة يعني. ولو انت في مصر ممكن تجيبي بتاعت منجد، دبارة منجد من عند اي عقاد وتستخدميها للحمة دهيت لما تيجي تعمليها. تعالي نشوف هنكمل نعمل ايه. هبتدي بقى انا اغرس فيها زي ما انتم شايفين انا ابتديت اني غرستها، فهبتدي انزل عليها الخليط دهوت وهبتدي احاول ادخل في الخرام اللي انا حطيتها فيها و اغطيها من فوق وتحت وكل حاجة بالخليط ده هو كده.
زي ما بنتبل اللحمه الضاني وبنعملها بيها. انا كده حيقتها وكده خلاص سهله جدا، وهنشوف طعمها هيبقى عامل ازاي، وهنشوف هتبقى طالعه ازاي لما هتستوي. تعال نشوف هنعمل فيها ايه، ويلا بينا نحطها في التلاجة لبكره ونشوف هتستوي ازاي. زي ما انتم شايفين كده، انا جبت البصل وورق لولي وجزر وقرفس، قطعتهم، وتوم مفروم، توم صحيح، حطيتهم كلهم في الكيس. وجبت اللحمة بقى تاني يوم شوحتها، وحطيت الفاضل منها على الخلطة اللي انا عملتها، وشوحت اللحمة شوية على النار، وحطيت كوباية مية على الحاجات اللي نزلت منها، وحطيتها جوه الكيس الحراري، وحطيت المية ديت عليها، ودخلتها الفرن وسبتها ساعتين لغاية ما استوت، وطلعتها غطيتها ببلاستيك ودخلتها التلاجة. وتاني يوم قطعتها الترانشات زي بالطريقة ديت، وعملت لها الصوص اللي انا هحطه عليها دلوقتي. حطيت كوباية في مية، وعليها معلقتين 3 معالق دقيق، وصفيت كل الخضار ده، ضربته بالبلندر وصفيته، وابتديت ان انا هطلعه واقلبه كويس لغاية ما تخن كده، وبصفيه على اللحمة بالطريقة ديت، ودخلته الفرن يسخن ساعة الاكل على طول، وطلعت في منتهى الجمال وزي الزبدة، وطرية جدا، وكان طعمها حلو جدا، احلى من الطريقة الاولانية.